جدا متنوع، في فقرات عديده وفي اسئله متنوعه ما بين بقى ليله العيد والاحاديث المتعلقه بمباريات كره القدم في هذه المناسبات السعيده. لكن دايما جمهور النادي الاهلي الحمد لله دايما في الاعياد ده فريق النادي الاهلي بيسعده بيعيد عليه بينتصر سواء في المباريات المحليه او حتى المباريات الافريقيه. لكن من خلال فقراتنا في برنامج الاهلي ليله، وان الليله ليله استثنائيه، ليله عيد الاضحى المبارك ووقفه عيد الاضحى المبارك، عندنا فقره خاصه مع جمهور النادي الاهلي. نزلنا الشارع وسألنا الجمهور سر حب جمهور النادي الأهلي لهذا الكيان الكبير الكيان العملاق ومدى ارتباطهم بالنادي الأهلي. نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود الحديث بعد هذا التقرير. سر عظمة الأهلي في مبادئه وتاريخه واللعيبة اللي فيه، الشخصيات العظيمه اللي مثلته، يعني كابتن مثلا محمود الخطيب، الشخصيات التاريخيه دي هي اللي بنت المبادئ بتاعه النادي الاهلي، دي اللي احنا ماشيين عليها. سر عظمته في الاداره بتاعته وحسن الاداء بتاع اللعيبه، وكمان ما تنساش الاداريات بتاعته يمكن تكون مظبوطه او حاجه زي كده. بسم الله في اخر سنه علت اسمي بلادي في كل سما، وجمهوري معايا عمره ما انحنى، هو نسر شعاري اللي رسمه، وانا عمري ما انسى دوري للبلاد، لما تطلبني تلاقيني مش بعيد. اهلي يا اعظم كلام. سر عظمته في روح الفرقه الحمراء، بيجتاز بالنسبه للاماكن الفوز حاجه كويسه قوي بصراحه، يعني في ادارته، في بطولاته، في تاريخه وامجاده. من ساعه ما اتولدت وانا عارف الاهلي من سته ابتدائي وانا بروح استاد، بروح وراه في كل حته. في جمهوره طبعا، ادارته، مبادئه، جمهوره، في الاداره. شكرا مشاهدينا الكرام، وطبعا زي ما تابعتوا في هذا التقرير تفصيل مهمة جدا، يعني سر وحب جمهور النادي الأهلي لهذا الكيان الكبير. بالتأكيد بقى روح الفانيلة الحمراء، جمهوره ده حماه، مناسبات كثيرة، أهلي بلس 90، بطولات عديدة، بطولات أفريقية، يعني في كلام كتير جدا، حالة عشق بين النادي الأهلي وجمهوره في كل مكان، مش في مصر بس، لا في مصر وفي الوطن العربي وفي القارة الأفريقية. تخرج في أي حتة خارج جمهورية مصر العربية تشوف قيمة هذا الكيان وحب الناس للنادي الأهلي، إن النادي الأهلي بني على مبادئ وقيم وتاريخ وثوابت وحاجات كتيرة جدا. لكن سر عظمة هذا الكيان وليه جمهور النادي الأهلي بيحب النادي الأهلي وليه دايما مرتبط بهذا الكيان، تقرير في صورة مختلفة وكلام مهم جدا من جمهورنا في الشارع. نخرج لهذا التقرير ثم نعود الحديث بعد هذا التقرير. النادي الأهلي بيمثل لي نادي العراقة والأصول، ونادي زي نادي الأهلي ده نادي عريق جدا، ليه قيم ومبادئ، عنده إدارة صح، كل حاجة حلوة فيه. الأهلي نادي القيم والمبادئ والحاجة الجميلة في مصر اللي فيها قيم. الأهلي بيمثل لي أنه أعظم نادي الواحد بيشوفه في نظره. الأهلي بيمثل لي زي أكل والشرب والعيلة، يعني عنده حاجة الأهلي دي أساسيات في حياته. والله أنا شايف أن الأهلي نادي كبير ونادي محترم وبيحقق بطولات على طول، هو أكتر نادي في مصر حقق بطولات، أكتر نادي خد بطولة أفريقيا، أكتر نادي طلع أو وصل لكأس العالم للأندية. بس لي حاجه كبيره في مصر وفي الوطن العربي كله، وفريق يشرف مصر كلها في جميع البطولات. طبعا اعظم نادي في الجون، والنادي كبير ونادي من اعظم النوادي في موجوده في مستوى العالم. اولا الاهلي ده نادي عريق جدا، مع ان انا زملكاوي، بس ده مصر، الكره في مصر من غير النادي الاهلي مش هيبقى فيها كوره. الاهلي بيمثل حاجه عظيمه جدا، قيمه كبيره، لانه نادي عريق وطبعا فاز باكثر البطولات على مستوى العالم العربي وعلى مستوى مصر، فاحنا كلنا بنحب الاهلي جدا.
الأهلي حياتي، الأهلي روحي، الأهلي كل حاجة في دنيتي. الأهلي ده نادي المبادئ، يعني اللي يتخلى عن الأهلي يبقى يتخلى عن مبادئه. أهلا بكم من جديد. هي جزئيات صغيرة لكن تفاصيل مهمة. كلام جمهور النادي الأهلي عن القيم والمبادئ والثوابت التاريخية كلام نابع من تفاصيل كتيرة جدا ومباريات كبيرة ومواقف تاريخية ظلت عبر 111 سنة، بدأت منذ عام 1907 حتى هذه اللحظة احنا بنتكلم معاكم. قيم ومبادئ النادي الأهلي مش بتتمثل بس في قرارات تاريخية، لكن دي هوية شعب. الشعب المصري دايما مرتبط بهذا الكيان الكبير، وهوية الشعب المصري من هوية النادي الأهلي ومن قيمة هذا النادي الكبير. لكن جمهور النادي الأهلي دايما على طول معانا ودايما متواصلين معاه، ودايما في حلقة يعني متواصلين بيننا وبين الجمهور سواء داخل مصر أو خارج مصر، إن دايما حالة التواصل مع الجمهور مهم جدا، لأن جمهور النادي الأهلي هو يعتبر هو رقم واحد بالنسبة لهذا الكيان الكبير. لكن الفقرة القادمة فقرة مختلفة، فقرة عالمية مع زميلنا عمر ربيع ياسين، هيتكلم فيها في تفاصيل كتيرة جدا مع أحد النقاد الرياضيين.